السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ شو أجرت قدام مقطع اليوم؟ راح نلعب بشخصية جراي. قمنا بلا وش خلنا نرقيه، نعطي شوي كم ترقية. وش اللي بالوان خلنا نرقيه على السريع، هنزيد زيد لب لمارة لب الماكس. أوكي، أهم شيء إنه قالب العشرة، وأعتقد البطل كافينا. عندك الجهاز هذا، أعتقد الجهاز ما منه أي فائدة، بس بحاول نستخدمه. ذي الأبطال عندك فرانك إذا بغيت توقف السور ماله، بس مثل انا ما راح استخدمه. عندك هذه الاصابه هو ذا راح استخدمه، وعندك انا راح استخدم فقط القوه او الضرر. اول ما فتحت البطل لقينا عروض كثيره، وش عندنا يموجيات حاله، وعندك ايضا هنا بخاخ، وايضا فينا عروض نوبه رفع المستوى، بس ما انصح حد يشتري بالجوار، افضل الجوار تحطها على البرول باس. وعندنا ساعة اليوم مرض مظلم، الساحة يدمنا يعني هو عند مدى طويل، اعتقد مناسب لنا. ومطر يقدم لايك واشتراك، وخلونا نبدا. اوكي، هذا هو الجيم، بشوف هل راح يظهر بوتات ولا فقط لعيبة. اوكي نايس على الصوت. يعني حتى اذا كان ما عنده طلقات سوى اصوات بعده. اوكي، والجيم بوتات يعني لا باس فيه، ما راح يضر السيرفرات. يا اخي هذا البوتين زابن. انقرب السوبر. اوكي اظهر بس هذه المسافه. ايوه اوكي، اعتقد الجهاز فيه فايده، فيه فايده لان كمان. ايوه بديت اصور مقطع سيتم ايقاف اللعبه، اعتقد ظهرت فيه مشاكل اللعبه. بخصوص الجهاز، يعتقد الجهاز مره مناسب لنا، لانك ما تلاحظون سحب الخصم من ورا الحائط، وفوق ذلك فاصل صيانه، اعتقد ظهرت مشاكل في اللعبه. يلا خذ لك ساعه كاملها، ايش نسوي فيها؟ ورجعنا لكم من جديد، واتضح بالنهايه ان معظم اللعيبه مستمين الجوائز مسار كؤوس. خلينا نشوف هل يعني يعطيني مره ثانيه. لا بس فقط حلوا المشكلة، وموضوع هالهدية حد الحين ما أدري ليش أعطيني إياها مرة ثانية وكيف التعريف. أهم شيء أعطيني إياها، وإن شاء الله حستلمهم بعد هذا المقطع، لأن حرفيا راح يكون مقطع ثالث البطل ستوري. راح نكمل بطل الجراي. أوكي بدي أظهر لعيبة. أيوة راح نقرب حرفيا البطل مرة، خلاص أعتقد راح يكون مرة سهل خلص عليهم. ايوه ضيع ثلاث طلقات ضيعا، بس انتظر شويه. اوكي خلصنا عليه، اهم شيء في ما زال بعتقد باقي اثنين منهم. ايوه اعتقد سمعت صوته كانها دقيقه. ايوه دوي. الله كان شيء كان يشيلنا على طول. يا اخي نسيت ان ينتقل. يا هذا اعتقد ليفل واحد. ليفل واحد يشيلنا على طول كان. بالجهاز يا اخي، الجهاز يا اخي ظلمتنا في البداية يا اخي، طلع جهاز مرة اوبي يعني، اذا كان خلف الحائط على طول شيله. يا اخي هذه مشكلة بطل، مشكلة شي صعب يكون. حتى بتلاحظ عليه انه يطلق. والله يا اخي تعبيه مرة بطيء. اوه بخاف من طلع ضي الطلقات. اعوذ بالله.
يا خلاص خلاص او ايش تسوي منه هذا؟ هذا بان يعطوه نيرف. امشي حاول تنتبه لان ضي طلقة واحدة راح شوي ازمك البطل، يعني ما راح تخلص عليه بسهولة. اوكي دمجني كثير. يا اخي هذا من ساعة جالس لي هنا يا اخي، بخلص علي مرم. تعال تعال اخوي. مرة طلع اوبي اوبي بطل. اوكي يعني كيك نظامه. ما هو حلقة قدامي يا اخي، فاجئك فجأة يطلع قدامك يا اخي. يلا عاد الحين من يكون اقوى، باستر ولا هذا؟ لا 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 ايوه نعم انقضى الجهاز في اخر لحظة. شبيك بس ما يخلص ويش ما يخلص. انت وش اخلص من هذا؟ خلفت على يقم علي. يا الله ثمان باورات من جابهن. خلص خلص عليه يا اخي، الجهاز فاضي. وإذا انتبه منه انتبه منه، ذا ولو انه اثنين باور ابوي صعب ذا تخلص عليه. قبل ان ننهي المقطع بس نصيحة على السريع، حاول انك ترفع بطل الحين لان احتمال في اي لحظة راح يجي البطل نيرف. حاول تستغل الفرصة ورفع رانك 25 او رانك 30 او رانك 35. وبس المقطع على الشكل كامل، لا تنسى اللايك والاشتراك ومع السلامة.